هنفعل الأتريبي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب عين شمس ورئيس شعبة قسطرة القلب والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب. الحقيقة احنا النهاردة بنحضر مؤتمر في رأيي من المؤتمرات القوية اللي بتتعرض في مصر، هي للتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض الضغط. مرض ضغط الدم الحقيقة من الأمراض المنتشرة في مصر وفي العالم، وكان بيمثل 26% من المصريين عندهم ضغط. والمشكلة مش في كده بس، المشكلة ان في حوالي 30% فقط اللي هم بياخدوا علاج، ومن ال 30% دول 30% فقط اللي بنوصل للأرقام اللي المفروض نوصل لها. الجديد النهاردة اللي بيناقشوا المؤتمر النيو تارجتس. في الفترة الأخرانية ظهر ستادي مهم جدا اسمه سبرينت ترايل، والسبرينت ترايل دي غيرت المفاهيم شوية. قالت يا جماعة بدل الرقم 140-90 اللي العالم كله اتفق عليه في خلال السنوات اللي فاتت زي GNC8 وزي الأوروبيان جايدلاينز والأوروبيان سوسايتي أوف هايبرتنشن جايدلاينز، الأمريكان حتى جايدلاينز، كان كله متفق إن 140-90 هو الرقم المفروض نوصل له، ولو في سن كبيرة جايز كمان يبقى 150-90. لغاية لما ظهرت السبرينت ترايل، والسبرينت ترايل دي قالت ان 130-80 حتى يمكن يكون افضل من 140-90. وابتدى هنا نقاش قوي جدا ومناظرات علمية كتيرة في العالم كله، ازاي نخلي الهدف من البحث من العلاج او التارجت 130-80 بدل 140-90. ولو عملنا كده هل النسبة اللي احنا بنقول عليها 26% هتبقى كام؟ احنا توقعنا في مصر هتبقى لو احنا اعتمدنا رقم 130-80 يبقى 50% من المصريين عندهم ضغط، وده طبعا رقم غير عقلاني. وصعب قوي ان انا ابتدي علاج لمريض ضغطه 135/85 مثلا. وعشان كده المؤتمر ده بيناقش نقطة هامة جدا، ما هي الارقام اللي المفروض نقولها لعلاج الضغط، وهل فعلا رقم 130-80 رقم ممكن نعتمد عليه أو لا. كان في محاضرات قيمة النهاردة، والحقيقة زي ما تقولوا إيه التلاتة الكبار بتوع الضغط في العالم، منهم دكتور منسية ودكتور جوسبي ودكتور روسي، والتلاتة دول من أشهر الناس في العالم في علاج الضغط. فلما يجوا مصر ويحتكوا مع الدكاترة المصريين هنزود الخبرة المصرية، هنزود التفاعل بين مصر وأوروبا، وفي نفس الوقت هيوصل لنا لغاية عندنا والشباب الأطباء المعلومات اللي احنا عايزينها لعلاج الضغط. انا بنصح لو اللي ما جاش النهاردة يجي بكرة من الدكاترة، عشان المؤتمر ده الحقيقة في منتهى الأهمية وبيزود المعرفة. احنا بنأمل ان توصيات هذا المؤتمر توصل لنا الأرقام. الأبحاث الجديدة بتقول ان the lower the blood pressure the better the prognosis لأرقام معينة. الأبحاث ايضا بتقول ان تحت 120 قد يكون ضار. فاحنا عندنا a period of 130 أو 140، وده اللي احنا يمكن نطلع بيه بتوصيات النهاردة. أتمنى إن المؤتمر ده يبقى ناجح، وأتمنى إن التوصيات بتاعته تفيد الطبيب المصري وتفيد طبعا المريض المصري. وفي النهاية I wish you a very successful meeting، وبشكر القائمين على المؤتمر وعلى رأسهم الأستاذ دكتور محمد صبحي رئيس المؤتمر اللي قدر يجيب أقوى دكاترة أوروبيين في علاج الضغط، وقدر يشرك الجمعية الأوروبية للضغط مع مصر في هذا المؤتمر.